اهلا بكم اعزائي المشاهدين. يمكن واحد بنناقش الازمه، تمت مناقشه الازمه بصوره ساخره. طب فهل الصوره الساخره اللي تمت مناقشه بها الازمه، كلنا عارفين الكاريكاتير الساخر اللي كان كل يوم سبت الصبح كده فلاح كفر الهندوة احمد رجب ومصطفى حسين، ونستمتع باللي بيقوله كفر الهندوة لرئيس الوزراء للمسؤول الحكومي اللي بيكلمه بشكل حلو جدا وساخر جدا، وفلاح كفر الهندوة ده بيمثل المواطن المصري البسيط اللي شايع على كتافه وعلى العصايه بتاعته الامه وهمومه. خلينا مع الاستاذ محمد عبيه. استاذ محمد، هل عرض المشكلات بهذه السخريه بهذا الشكل الساخر الجاد، شوف المعادلة الصعبة جدا عند أحمد رجب ومصطفى حسين وبعد كده بقى عمرو فهمي وأحمد رجب، الله يرحم أحمد رجب ومصطفى حسين، خلينا نقول هل ساهمت أو ساهم هذا الكاريكاتير الساخر في حل مشكلة وأزمة؟ في وقتها بالفعل ساهم في يعني في علاج أزمات كتير، أو على الأقل إن لم يكن علاجها بشكل مباشر تسليط الضوء عليها. لكن هو دلوقتي حاليا كمان ربما يكون يعني تأثير الكاريكاتير السياسي تراجع شوية بحكم ان تأثير يعني الصحف اللي هو مطبوعة بقى يعني بقى اقل شوية او اقل انتشارا بين جماهير يعني الشباب اللي هم غالبا يعني الوقود الاساسي للسخرية يعني، بينما انتقل الموضوع بقى لساحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وما الى ذلك. اعتقد ان الموضوع ان السخرية فعلا على الاقل ان لم تساعد على حل الازمة فهي بتشير لها وبقوة، وبتضع صاحب القرار في تحت ضغط واضح. حصل مثلا ده في ازمه السيول في اسكندريه اللي هي بتتكرر لا زال يعني من يومين برضو حصلت، بس من قبل يعني وبتحصل في كل العالم دلوقتي، ده مش في اي مكان لكن هو عموما حدوثها في الدائره بس دول العالم لا يعني بالضروره انها تحصل عندنا، احنا عندنا حاجات تانية بتحصل يعني لكن قصدي حدوثها في اسكندريه ووصول موجه كبيره من السخريه جدا، لان هي كانت في اول مره تحديدا كانت يعني كانت مزعجه جدا. زي ما حضرتك التقرير استعرض لقطات للناس بتنقل الناس فوق بعضها واللي بيركب عربيته عن طريق الكرسي وما الى ذلك، اعتقد جدا ان ده كان ضاغط جدا على الدوله لدرجه ان استدعى التدخل لرئيس الجمهوريه وانه يروح وانه يصدر تعليمات بنفسه بان لابد من اعاده يعني النظر في البنيه التحتيه لاسكندريه وما الى ذلك. اعتقد ان السخريه هنا كان سلاح اقوى من فكره الهجوم المباشر وان احنا نعاني من ازمه وان احنا كذا وكذا. زي ما حضرتك بتقول هي حصلت فعلا في انجلترا، يعني بعدها بعده اسابيع حصلت السيول دي في احدى المقاطعات البريطانيه، حصل نفس المشاهد تقريبا، وحصلت في اسرائيل وحصلت بس في بس العربية حصل وقتها في البر الغربي الولايات المتحده طبعا، لكن اللي حصل بس بيبقى عصير عصير يعني مش امطار تقليديه يعني، لكن اللي حصل ان المصريين هم يعني الشعب جزء من الشعب المصري يعني اختار انه يعني ينتقد الجهات المختصه بطريقه ساخره وتوصل رسالته، بينما مثلا في بريطانيا اعتقد الموضوع خد يعني خد وضع تاني اكثر جديه وربما يعني حزما، لكن الحل الازمه اظن في البلدين يعني في طريقها الى الحل سواء مصر او على الاقل الادارتين تنبهوا لان هناك ازمه، لكن المصريين قدروا يوصلوا بطريقه ساخره وضاغطه، ربما احيانا كتير تكون السخريه اكثر يعني لسعانا زي ما بيقولوا، يعني بتلسع اكثر من النقد المباشر، النقد المباشر انت او الحد او العنيف او انت تستطيع الابوي او التوجيهي ده ممكن شخصيا انا لو يعني مكان الدوله هعرف ارد عليه بنفس الاسلوب، الدوله ما بتضحكش طول الوقت يعني لكن لما حد بقى يسخر من قدره او من ضعف حكومي ما هنا او هنا ده بيكون اكثر الاما وبالتالي اكثر سرعه في المعالجه اذا كانت اذا ارادت الدوله ذلك يعني. ده الموضوع برضه خاضع لفكره الدوله وانها تكون على هوى الشعب وانها تحرص على تلبيه مطالب الشعب. اعتقد ان ده ما انا شاكك في كده، ده اعتقد ان ده واضح دايما ان الدوله اعتقد ان ده واضح يعني ده من دول يعني. ولكن في نقطه مهمه جدا والموضوع اعزائي المشاهد يعني اعزائي المشاهدين واحنا بنتكلم عن الازمه موضوع كبير جدا وموضوع اسئلته كتيره يعني. دكتور ابراهيم، هل من المهم جدا في معالجه الازمه او حل الازمه هو توقع الازمه؟ لازم اكون عندي اداره توقعات، اتوقع ان الازمه جايه ولا لا، وبقى ده علم ومنهج موجود حتى دلوقتي في امريكا، يقول لك ايه لا ده في اعصار هيجي بعد بكره الساعه 6 فنبدا ناخد احتياطاتنا وكل واحد ياخد باله. هل لابد وان يتوافر عندنا ما يسبق الازمه، توقع الازمه؟ اكيد اكيد لسبب بسيط جدا، كثير من الازمات يعني يسهل التنبؤ بها، يعني في موضوع اسكندريه تحديدا النواه معروف معادها سنويا، يعني أزمات الغاز مثلا بتحصل في توقيت معين في السنة
في وقت الحر في وقت معين. أزمات الكهرباء لما كانت بتنقطع والحمد لله يعني تم قضاء عليها يعني، ودي حاجة جيدة جدا. وزي ما قال السيد الرئيس يعني ننتهي من هذه المشكلة يعني، وانتهينا يعني من هذه المشكلة يعني. فكثير من الأزمات يمكن التنبؤ بها، إنما بعض الأزمات بحكم حدوثها خارج السياق المتوقع تماما، زي أزمة السفينة سالم إكسبريس مثلا طبعا. لما غرقت، أزمة إنسانية بكافة المقاييس. لسه ذكرها فاتت من يومين أو ثلاثة، وجابوا يعني بعض المشاهد المترسبة في قاع البحر جدا يعني، يعني مؤلمة جدا. فهذا النوع من الأزمات، أو أزمة مثلا الزلازل والبراكين بالنسبة لنا احنا في المنطقة بتاعتنا، لأن احنا لسنا في حزام الزلازل والبراكين، فلما يحصل زلزال الحمد لله ده من نعمة ربنا يعني. يعني من ساعة أكتوبر 91 أو 92 والحمد لله رب العالمين. فدي إنما مثلا لو الزلازل والبراكين تحديدا اليابان يعني من حوالي أسبوع أو 10 أيام عملوا اكسبيرمنت، عملوا تجربة على يعني مبنى خرساني بأنه حطوه على يعني جهاز فايبريشن قوي جدا عشان يجربوا عليه زلزال بمقياس 7.5 بمقياس ريختر. احنا بتاع مصر كان تقريبا 6.2 اللي بهدلنا يعني، فسبعة ونص ده يعني بمقياس ريختر كارثي يعني. والبنيان كبير ضخم، ناطحة عمارة ضخمة كبيرة يعني جربوا عليها، لأنه اليابان بتقع في إطار حزام الزلازل المتواصل، فهو بالنسبة له متوقع ده الحزام المزمن مزمن يعني، فهو متوقع أن يحصل في كل يوم زلزال. فطبيعي أنه يجهز بنيته الأساسية عشان يمتص هذه الأزمة الطبيعية التي لا يقدر أن يمنعها، ولكنه يقدر أن يتعامل يواجهها. معها يقدر أن يقلل من أثرها. إنما ده لا يغل أدينا احنا بقى في مصر عن كثير من الأزمات اللي احنا يجب أن نتنبأ بيها. زي ايه؟ أزمة الرياضة في مصر والتجمعات الكبيرة، احنا أصبحنا نعلم اليوم أنه هذه الأزمة عندما يعني في الجو المستثار بشكل طبيعي المشحون دوت، التجمعات الكثيرة يعني غير مستصوبة إلا بمحاذير معينة، مش بس حفاظا على الأمن، حفاظا على الناس يعني. احنا واحنا بنتكلم على تجربة باريس وجاه مقابل ليها في مصر مباشرة يعني الأزمة الشديدة الوطأة الإنسانية في استاد بورسعيد، وحط الاثنين قصاد بعض يعني باريس بما بهذا القدر الكبير من حجم التدمير المتعمد، أزمة بورسعيد اللي كانت تافهة تماما مجرد انقطاع نور وكلام لا يؤبه له في دنيا الأزمات يعني، عمل كارثة وموت 75 واحد لمجرد النور اتقطع ومفيش توجيه ومفيش استعداد في باريس يعني. كل ده حصل ولكن بتفجير وحجم كبير من الدمار ومن تعمد، ومع ذلك الإطار نفسه بتاع الضرر تم تحجيمه لأقل قدر ممكن. ولذلك النهاردة أنا مهم جدا الحكومة بأدواتها المختلفة أنها زي ما حضرتك تفضلت يعني تستبق وبشكل جيد جدا الأزمات، لأن احنا مش في حمل أزمات يعني تزيد من معاناة الناس. وهذا وتخفيف هذا الحمل وتوجيهه مش هيجي عملية عشوائية ولا عملية ارتجالية ولا عملية عفوية، هو منهج علمي. هرجع للمنهج العلمي وأسأل حضرتك، أين موقعنا كمصريين أو كمصر في هذه العلوم، في علم إدارة الأزمات؟ بس ولكن خليني أرجع للأستاذ محمد عبية الكاتب الصحفي وأقول في بعض الأزمات بيطلع ربما يطلع مسؤول حكومي يبرر الموقف اللي حصل، الأزمة اللي حصلت، هل التبرير الذي يعني لا يقبله العقل الجمعي أو العقل البسيط، والعقل البسيط ده أذكى عقل، ده العقل الواعي، هو اللي بيترجم الحالة بعد كده إلى حالة من السخرية ونكتة إلى حد كبير؟ ثم أن كمان التبرير الغير المنطقي أحيانا بيبقى أرض خصبة بقى لصناعة شائعات، والشائعات دي بتبقى برضو سكتين يعني، شائعة قاتلة ومزعجة وشائعة ساخرة يعني. حتى في الأجواء اللي هي ما فيش فيها معلومات واضحة ودقيقة غالبا المعلومة الساخرة الشائعة ساخرة حتى بتتحول إلى شائعة حقيقية، وهنا خطورة كبيرة فكرة ما يشبه الخبر
دي حقيقة يعني. ولذلك مثلا يعني حتى في اظن في التفجير الاخير اللي حصل في باريس تقريبا كانت اول دولة تطلع تقول ان ما فيش ضحايا مصري ضحايا من يعني من رعاياها في الحادث هي مصر، حتى قبل ما فرنسا تعلن عدد الضحايا وجنسيتهم، فكان في استعجال طول الوقت في التاكيد على ان ما يعني المصريين بخير. حصل برضو في حاجز في الحادث اللي حصل في الحج الاخير برضو ده اظن وزير الاوقاف كان يعني طلع متحمس على جدا اتصال يعني مباشر على طول، بس هو اول وزير برضو اعلن من الوزراء ان مفيش مصريين اصيبوا او توفوا، حدث بعد ذلك ان هم اكتشفنا ان في وفيات مصريه. ففكره في فكرتين هنا، فكره الاستعجال في الحديث عن ان الامور تمام وهي لسه كذلك، ومن الطبيعي في حوادث كتير ما يكونش تمام، يعني ممكن يكون امر خارج عن اراده اي جهه، او ربما كان الامر بالنسبه لسيد وزير الاوقاف في نفس اللحظه دي في الموقف في على المتكشف ليه حتى اللحظه عشان يبعث برسائل طمانه اني ما فيش، وبعد كده يمكن في مستشفيات في طبعاً حالات بعيده عن ما بتكلمش على السيد مش وزير الاوقاف تحديدا، انا بتكلم على فكره ان هو ده يعني سلوك عام للمسؤولين الحكوميين احيانا كتير بيجنحوا الفكره ده ليه؟ فكره التبرير فكره او فكره الاسراع كمان الاسراع بالقول معلومات غير مؤكدة، هي دي الفكرة. ده بيصنع مناخ كبير قوي لصنع شائعة، وفي نفس الوقت بالتأكيد بعد الشائعة دي بعد ما حتى يتكشف عدم صدقها ممكن تكون مادة خام للسخرية بعد ذلك. لذلك حتى الدكتور جلال أمين كان كتب مقال على ما يشبه الخبر، يعني أسوأ حالة يقع فيها القارئ والمتلقي والمجتمع الحالة الضبابية، هو ده خبر ولا مش خبر؟ ده معلومة ولا تكهن؟ يعني هو في مبادرة من مجموعة شباب لطاف جدا عاملين موقع اسمه ده بجد، الموقع ده بيكيب أي شائعة حتى لو كانت تبدو انها ساخره، وفي كتير قوي من الناس بيصدقوا الحاجات دي وبيفندوها وبيقولوا لا يا جماعه دي اصلها كذا والخبر هنا مدسوس وما الى ذلك. المبادرات دي هي دي اللي بتفرق ما بين الحقيقه والكذب فعلا، عشان نروح لمنطقه المصداقيه صحيح والشفافيه. صحيح. خليني ارجع دكتور ابراهيم على نقطه مهمه جدا، انا كمصر دلوقتي واحنا بنراهن على المستقبل، السيد الرئيس بيراهن على المستقبل، بيراهن على الكفاءه، بيراهن على الوقت، ما عندناش رفاهيه التجربه دلوقتي، يعني فكرة ما عندناش بديل إلا النجاح، لا بديل عن النجاح دلوقتي. إحنا في إدارة الأزمة توقع الأزمة هذه علوم منهج علمي ما ينفعش فيه أي لون من ألوان العشوائية، إحنا موقعنا فين؟ يعني للأسف موقعنا متأخر شويتين، يعني لأنه يعني فكرة التعامل مع الأزمة مرتبطة إلى حد كبير جدا بحالة الجاهزية العامة لأدوات الدولة الرسمية من ناحية، وحالة الاستعداد المواطن نفسه من ناحية أخرى لأن يتقبل فكرة التعامل في هذا في وقت الصعوبة بشكل فيه نوع من التفهم والانقياد وتقدير الخطر. يعني ويمكن حضرتك التقرير اللي في بداية البرنامج اللي بيبين مثلا هم رايحين يقفوا ليه جنب القنبلة، أنا يعني عايز يعني هو ساخر بس كارثي، لأن القنبلة دي لو انفجرت ستطيح بمئات الناس في توقيت واحد. يعني فهم هو ليه احنا عندنا ولع من المواطنين بأن يعني نحلق حول الخطر وقت الخطر يعني. فدي ناحية المواطن من ناحية، ودايما عشان يعني عشان نكون موضوعيين في تقييم أي حاجة أنا عايز أحط أطراف المعادلة مع بعض وأعمل نوع من الانسجام والتكامل بينهم عشان ما نبقاش جزر منعزلة. أداء الحكومة الناجح يعني يقلل من تأثيره أداء المواطن غير الفاهم وغير المستوعب. أداء المواطن الغير منضبط في منظومة عامة يعني تسيطر عليه وتخليه يتجه في اتجاه مصلحة الجماعة حتى ولو كان جاد وبيبذل مجهوده، لكن غير يعني ما فيش هارموني بينه وبين الآخر، بيجعل المجهودات بتذهب في اتجاهات خاطئة ولا تحدث تغيير إيجابي في النهاية. ولذلك لما أجي أتكلم في فكرة التعامل مع مشكلات الانتقال اللي هي بالنسبة لي النهاردة يعني لابد أن تشكل أزمة، لأن هي فيها أزمة حقيقية، أزمة تفهم الناس للخطر اللي فيه مصر ككل كدولة، أزمة تفهم المواطن، لأن فكرة الديمقراطية بطبيعتها فكرة ريزيليانت، فكرة يعني عصية يعني بتاخد سنوات مش سهلة في يعني قدر من التطور بياخد فكرة التجربة والخطأ، وده بيبقى مكلف شوية، وقدر كبير من التطور انا ممكن اخليه استفاده من الدروس الايجابيه او السلبيه للمجتمعات الاخرى، ويمكن حضرتك فاقلل دايره المعاناه. يمكن حضرتك كنت بتتكلم عن دايره المعاناه، وهنرجع
نناقش برضو موضوعات كتيرة، لأن الحديث كما يقولون ذو شجون. في إطار الحكومة بتتخذ قرارات إيه؟ هل قرارات فاعلة جدا فيعظمها استجابة المواطنين، أم قرارات لسه محتاجة أكثر دقة وأكثر آلية واستراتيجية بالنسبة للمواطنين، فيجي انعكاس المواطن بعدم انفعاله بهذه القرارات فيضعفها أكثر؟ يعني لو كل المواطنين في ميناء رمسيس نزلوا المترو وتحركوا بدل ما يتحركوا من فوق، شوفوا الانسيابية هتبقى ايه لو الناس اتبعت فكرة انها تمشي في السلالم اللي بتقطع الطرق بالعرض وما تقطعش الطريق. دي ازمات ممكن احنا كشعب بسلوكياتنا نحلها. فصل ونرجع لكم تاني.